عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، حيث وافق على رفض مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفة الاستعجال من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى. كما أحال المجلس مشاريع قوانين حول إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، وحول قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. فيما وافق المجلس على تقرير لجنتي الخدمات والمرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإنشاء صندوق لتمويل البيوت الآيلة للسقوط، وتمت إحالتهما إلى مجلس الشورى.